نعم متصل. أبو حسين تفضل. ألو حياكم الله. أبو ناي. أهلا ومرحبا بارك الله فيكم. أبو ناي عندي أمس صايم وخليت قطرة بعيني. إيه. إيه وقفت لي عن المرورة مالتي. نزلت المرورة. إيه المرورة رديتها برا. إيه. إيه حياك الله يا أبو حسين. أبو حسين يقول أنا صايم ووضعت قطرة عين وهذه قطرة العين نزل الطعم إلى الجوف ما في إشكال، قطرة العين غير مفطرة، قطرة العين غير مفطرة حتى لو نزل طعمها في ماذا؟ في الحلق، لأن العين مو مكان أكل وشرب، العين مو مكان أكل وشرب، العين على حال ينظر فيها. أما الأنف يمكن من خلال الأنف واحد يأكل أو يشرب مثلا من خلال الأنف بحسب ماذا الأجهزة. فإذا خلينا قطرة في الأنف ونزلت إلى الحلق في إشكال واضح، في الأنف يختلف عن العين، واضح إن شاء الله.